تيموثي جيمس والز، سياسي أمريكي والحاكم 41 لولاية مينيسوتا منذ عام 2019، عضو في حزب العمال للمزارعين الديمقراطي، حاصل على ماجستير في العلوم في القيادة التربوية من جامعة ولاية مينيسوتا ماناكوتو في عام 2001. شغل منصب الممثل الأمريكي لمنطقة الكونغرس الأولى في ولاية مينيسوتا من عام 2007 إلى 2019. تم انتخابه أول مرة عام 2006 وأعيد انتخابه 5 مرات، وعمل في لجنة الزراعة ولجنة الخدمات المسلحة ولجنة شؤون المحاربين القدامى. عمل أيضا في اللجنة التنفيذية للكونغرس حول الصين. أعلنت نائبة الرئيس الحالية كامالا هاريس في 6 من آب 2024 اختيارها لوالز ليكون نائبا لها في الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024. ينسب لوالز الفضل في وصف دونالد ترامب وغيره من الجمهوريين لأول مرة بأنه غريب الأطوار. أصبح هذا المصطلح فيما بعد شائعا خاصة بين الشباب، واستخدمه الديمقراطيون على نطاق واسع.